اهلا بكم من جديد شيخنا. انا شفت صوره لطفل، والطفل اصعب ما على الانسان ان يراه بهذا المنظر. يعني هم يعني مخلوقات الله عز وجل خلقها بريئه، يعني هذا الخلق من خلق الله عز وجل، ما له اي ذنب، وان مات فهو اصلا مرفوع عنه قلم، ما كتبت عليه لا سيئه ولا حسنه. لكن المنظر اللي شفته شيخ يعني صعب ان يطيقه الانسان. ايش قصد هذا الطفل؟ هذه القصة أو صورة الطفل هذا كما تشاهدون هي أحد ضحايا المخدرات. كيف؟ هذا أبو والد هذا الطفل حاول من أم الطفل هذا أن تعطيه فلوس عشان يشتري المخدرات، هو تحت تأثير المخدر، فهي عارفة رافضة أن تعطيه لي عشان حيشتري المخدر هذا، فقعد يلح عليها يلح، أعطيني بنجرة، أعطيني خاتم، أعطيني شيء، رفض هو تحضير المخدر هذا، وكان ابنه هذا يلعب أمامه يعني جالس قدامه، فحب أنه ينتقم. شوفوا تأثير المخدر كيف يا أخوة، حب أنه ينتقم من زوجته، فيقوم يرمي هذا الطفل من الدور التالي. عفوا شيخ، ولده؟ نعم، هذا ابنه. ابنه هذا زوجته، حب ينتقم تحت تأثير المخدر، ينتقم منها وما يعرف أنه ينتقم من نفسه، ويرمي ابنه من الدور الثالث على الاسفلت، وكما تشاهدون نزل على رأسه ومضرح بدماغه. يعني الطفل شيخ الأبو شايله، كان يظن أنه يلاعبه ويداعبه، ولا إنسان عليه. نعم، شاله كده قدام أمه وحدف به. أعوذ بالله، كل هذا لأجل المخدر. نعم، اللي يستنشقه. رفضت تعطيه له خاتم بنجرة عشان يشتري، أحب ينتقم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ هذا أظن يدعو لكل إنسان يروج مخدر أو يبيع، شوف هذه بعض جرائمه، فليتق الله عز وجل، لانه قاعد يهلك مجتمع باكمله لاجل دريهمات او بعض المال. شيخ كان ايضا في منظر ثاني انا ما تحملت، وبعض الاخوه الطاقم المصورين اللي شافوا ايضا ما تحملوا هذا المنظر. ايش قصه هذا الانسان؟ هذا كما تشاهدون اخوان برضو تحت تاثير المخدرات، انه هو اتاه ملك الموت وهو على هذا المنظر في تاثير المخدر. فبعض الاخوان يقولوا ان هذا حرق، كما تشاهدون وجه هذا الرجل تحول إلى سواد الفحم. شيخ هذا مو حريق؟ لا، ليس حريق يا أخويا نبيل، لأنه لو كان هذا حرق فليدقق المشاهد أنه ياقة الفلينة أو ياقة القميص تبعه لم تحرق، ونفس الغطاء اللي تحته لم تحرق. فإذا كان حرق فأول حاجة، ولو تلاحظ كمان شعره، لو كان حرق لو كان شعره كان حرق، ولو تلاحظ كمان انه اسفل داخل فمه البياض، ورقبته كما تشاهدون في بياض. يعني عفوا شيخ هذا ايده نفس لون وجهه، كان هذا الوجه يعني هذا الجلد نفس اللون؟ الايد هذه من هنا انه له جلس مده هو في حاله تعفن في من تاثير المخدر، هو بعد ما اكتشفوه ميت، لكن جسمه كله لم يتغير، حتى لو تلاحظ انه معدته مع المده لم تنفجر. يعني بعض الحالات كما ذكرت انه بعد مده الميت اذا مات له 6 ساعات لم يوضع في مكان بارد سوف تزاع رائحته، ثم بعد ذلك يقوم تنفجر بطنه وياتي الدود يخرج منها. هذا كما تشاهدون معدته زي ما هي بلبسه كامل، يعني ما في مستحيل انه في هذا الوضع نغير لبسه، لبسه كامل لم يمسه، ليس محروق، لكن كما ذكر الله في كتاب الكريم يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا شيخ سواد كامل، نسأل الله العافية. نعم، نسأل الله أنه كان من أهل الإيمان يتوب عليه ويغفر له نعم، نسأل الله له يكفر عنا سيئاته. نعم. لكن مصيبة شيخ، الإنسان يموت على هذا الذنب وهذه المعصية وعلى هذا الشكل، يبعث عند الله، والله كارثة، كارثة. فرق بين شيخ إنسان يلبي يموت وهو محرم، يبعث عند الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، وهذا يبعث يتعاطى إبرة مخدر أمام ربه جل وعلا. شيخ صراحة تعبتنا هذه المناظر، ما عندك شيخ موقف أو منظر حسن لإنسان توفي؟ نعم، انظر أخي نبيل إلى هذا المنظر، إلى هذا الرجل. هذا الرجل يا أخوان مؤذن في مسجد 15 سنة ويؤذن، توفي في أحد الدول العربية وفاة طبيعية، وأحضروه ووضعوه في الثلاجة عشان يغسل.
ابنه إمام مسجد معروف في جدة، وهو إمام، هو مؤذن بس 15 سنة. وأطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون. نعم، الشاهد في هذه القصة يا أخوان كما تشاهدون، لما نزلوه من الثلاجة كما تشوفوا، شوفوه على صينية الثلاجة وإضاءة طبيعية، انظروا إلى جبينه، انظروا إلى لحيته، انظروا إلى رقبته، بيضاء نور رباني يخرج منه وهو مجرد من ملابسه قبل ما نبدأ في غسله. هل هذه صورة رجل ميت؟ هو يبتسم كأنه نائم شيخ. نعم، وله ظهر عليه علامة. فنسأل الله لي ولكم ولجميع الإخوة المسلمين حسن الخاتمة. شيخ عبد المحسن الأحمد، دكتور عبد المحسن الأحمد يذكر قصة لشخص في غيبوبة شهور طويلة على جهاز التنفس، وكان التنفس يعني له بطيء جدا ولهذا على الجهاز. يقول كل ما أذننا في أذنه إذا أذننا يتنفس بصورة طبيعية، وإذا توقفنا عن الأذان يقف التنفس فنحتاج إلى جهاز. فسألت أولاده قالوا هذا مؤذن والدنا منذ سنوات طويلة وهو في غيبوبة يتأثر بالأذان. سبحان الله، شوف، ولهذا اللي عايش على شيء شيخ يموت عليه. نعم.